متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير إلى خلو تقريبا سماء المملكة من تواجد لأي سحب هامة سوى منطقة شرورة وأقصى جنوب غرب المملكة، جنوب المملكة في منطقة نجران، تأثرت بامتدادات لبعض السحب الركامية التي هي تتبع الحالة المدارية التي أثرت على منطقة عمان واليمن في الأيام الماضية. ارتفعت درجات الحرارة اليوم بشكل أيضا واضح وملموس على المناطق الشرقية بعكس ما كان متوقعا، وبلغت درجات الحرارة في هذه المناطق وفي الدمام ما يقترب من 50 درجة مئوية، مسجلة من أعلى درجات الحرارة في العالم. بالنسبة لتوقعات الرياح خلال الأيام القادمة، بما أن اليوم أيضا الرياح كانت نشطة السرعة بشكل لافت على السواحل الغربية من المملكة، غدا الخميس توقع أن تبقى الرياح نشطة في بعض المناطق الغربية بما فيها مدينة جدة، وتبقى مصحوبة ببعض الهبات القوية أحيانا، لكن يتوقع أن تتراجع سرعة الرياح يوم الجمعة بشكل واضح فوق هذه المناطق. على الجانب الآخر، يتوقع اعتبارا من يوم الجمعة أن تهب ما تسمى برياح البوارح، وهي رياح قوية نشطة تنشط في ساعات النهار، تهب من المناطق تقريبا الشرقية من العراق على الكويت والأجزاء الشرقية من المملكة وصولا إلى البحرين وقطر، وأيضا الأجزاء الغربية من دولة الإمارات. هذه الرياح بالعادة أيضا تجلب معها موجات غبارية تكون أحيانا كثيفة وتحد من مدى الرؤية الأفقية. تبدأ هذه الرياح بشكل موسمي في هذه الأوقات، ويتوقع أن تكون اليوم الأول لهذه الرياح بشكل رسمي هو يوم الجمعة. تشتد كما تلاحظون يوم السبت، وتصبح مصحوبة بهبات شديدة أحيانا لا سيما في مناطق الربع الخالي مسببة موجات غبارية كثيفة في هذه المناطق. انتقالا إلى خرائط توقعات الهطولات المطرية، يتوقع اعتبارا من يوم غدا بمشيئة الله تعالى أن تعود فرص هطول الأمطار بعد انقطاعها لفترة طويلة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. تبدأ من مناطق نجران وتمتد خلال ساعات النهار إلى مرتفعات الباحة وأبها، وأيضا ربما تمتد إلى بعض الأجزاء الجنوبية من المرتفعات الغربية. هذه الأمطار يتوقع أن تكون غزيرة وتشتد أيضا يوم الجمعة بشكل واضح أيضا في هذه المناطق. أيضا هناك فرصة لبعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار فوق مرتفعات جبال تبوك، تلك المتاخمة للحدود الأردنية، هناك فرصة أن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار. عودة إلى الأحوال الجوية، متوقع هذه الليلة في العاصمة الرياض الطقس سيكون بوجه عام دافئ، درجة حرارة تقريبا 30 درجة مئوية، أيضا جاف والرطوبة النسبية 18%. درجات الحرارة المتوقعة غدا في مناطق المملكة المختلفة، نبدأها شمالا في إسكاكا من 35 إلى 24، في ععر من 34 إلى 23، في تبوك من 36 إلى 24 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة في جدة من 39 إلى 26، في المدينة المنورة من 43 إلى 30، كذلك الأمر هو في مكة المكرمة، ترتفع إلى 36 درجة مئوية، والأجواء حارة غير معتادة في الطائف والصغرى 25، وذلك بسبب ضعف فرص هطول الأمطار، ولكن المتوقع أن تعود من جديد إن شاء الله يوم الجمعة. غدا كما ذكرنا جنوب غرب المملكة على موعد مع احتمالية لزخات رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا، في أبها من 31 إلى 20، في الباحة من 33 إلى 26، وفي جزاء من 35 إلى 31 درجة مئوية. في الإحساء غدا يتوقع أن يكون هناك بعض الرياح نشطة مع درجة حرارة 47 درجة مئوية نهارا والصغرى 33، 46 إلى 31 في الدمام، وأجواء حارة جدا، وحفر البلاطة من 41 إلى 31 درجة مئوية. المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض تقترب من منتصف الأربعينيات الرياض مع أجواء حارة جدا من 44 إلى 31، في القصيم من 39 إلى 27، وفي حائل من 35 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة، الخميس إذن 44 إلى 31، تنخفض قليلا يوم الجمعة 42 إلى 29، والسبت 42 إلى 29 مع أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق، مع التفكير بنشاط سرعة رياح البوارح في المناطق الشرقية من المملكة بما فيها الدمام اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع المقبل، بالإضافة لعودة فرص هطول الأمطار إن شاء الله من جديد إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.